السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم بخير وعلى خير، وعيد مبارك سعيد، ونتمنى يدخلكم بالصحة والسلامة وطول العمر ان شاء الله والرحمة الوالدين، وتنسلم على جميع المغاربة اللي خارج وداخل المغرب، ونتمنى لهم توما عيد مبارك سعيد وبالصحة وطول العمر ان شاء الله. واليوم جيت لكم بواحد الوصفة زوينة بزاف وفعالة، والناس اللي تعرفوني قالوا لي ديريها فيديو، راه عطات واحد النتيجة هائلة. ويا الوصفة هذه تتكبر شفار ديال العينين والحواجب اللي عنده داك الخويات، وتصلح حتى الخويات اللي في الشعر، راه مهمة بزاف وزوينة وفيها زيوت طبيعية 100%. والعنصر المهم اللي غندير في هذه الوصفة هو العظم ديال الزيتون والعظم ديال التمر، ومن بعد حرقتهم فوق المقلة ولو طحنتهم ولو على الشكل هذا. وغنستعملوا زيت الخرواع وزيت الزيتون وقطرات من فيتامين او، اللي ما بغاش يستعملها ما يستعملهاش، وقرعه خاويه اللي غنستعمل اللي غنخلط فيها هذا الخليط، وبالطبع قرعه ديال ريسيل خاويه ما بقيناش نستعملوها، نعقموها مزيان، هي اللي غنديروا فيها الوصفه ان شاء الله. نمشيو للطريقه. انا خديت تقريبا قياس معلقه كبيره من داك المسحوق ديال العظم ديال الزيتون وديال التمر اللي حرقنا، ونعطيكم القياس ديالي، اللي بغى يضاعف الكميه يضاعفها. ودرت استعملت جوج تقريبا جوج معالق ديال زيت الخرواع، اللي بغى يضاعف الكميه يضاعفها. جوج معالق ديال زيت الزيتون، واحد ثلاثة القطرات من فيتامين او، واللي ما بغاش يستعمل فيتامين او ما يستعملوش، اللي بغى يعوضو بزيت الكوك ولا بلاش كاع يستعمل هاد المكونات هادو. من بعد ملي خلط دوك العناصر كامله مع داك العظم ديال الزيتون والتمر اللي طحنا، ها النتيجه النهائيه، ونحركوه مزيان، بداو نحركوه ونستعملوه بهاد الشيته ديال الريسيل الخاويه. واللي ما عندوش الشيته ديال الريسيل يستعمل هي داك العود ديال الودنين، راه بحال بحال النتيجه، وراه تعطي واحد النتيجه فعاله، من بعد اسبوع تتبقى تبان النتيجه، ماشي نهار الاول لا الثاني ولا الثالث، وضروري من الاستمراريه، ضروري اسبوع يوميا استعملوه، ماشي تقولوا غنستعملو يومين ثلاث ايام وثاني نحبس واحد يومين، استعملوه يوميا مده اسبوع، راه النتيجه هائله، وغتشوف الفرق كبير بين البدايه اللي استعملتوه من بعد. وراه خواتاتي راه تيغدي لينا دوك البصيلات ديال الشعيرات ديال الرموش ديالنا، وراه مهم بزاف وغني بفيتامينات وراه زوين بزاف. انا ديما تنقولها لكم، اي حاجه طبيعيه الى الاستمراريه فيها استمروها، ما تقنطوش منها، راه تعطي نتيجه ايجابيه، والعكس ديال المواد، الحاجه اللي فيها مواد كيماويه راه تعطي نتيجه دغيا، ومن بعد راه نتائج خايبه تتعطي من بعد. وهاد الوصفه ديال اليوم راه رائعه، والناس اللي تيشوفوني مجربينها راه عارفينها النتيجه ديالها كي دايره، راه تبارك الله الرموش يبداو يتعودوا ويكبروا، وديروهم حتى في الحواجب ديالكم وفي الشعر ديالكم، دوك الخويات اللي عندكم راه زوين بزاف. وان شاء الله مازال غنعطيكم وصفات اخرى طبيعيه، وجربوها وما تقطعوش مده اسبوع يوميا يوميا. كاين اللي تيعكز يدير شي حاجه طبيعيه، راه زوين بزاف، راه مجرب. ونتمنى ان شاء الله هذا العيد هذا يدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله، ونخليكم على خير فرصه اخرى طبيعيه ان شاء الله. واللي اول مره غيشوف هذا الفيديو ديالي يضغط على الزر ويشارك عندي باش اي جديد ان شاء الله يوصله، ونخليكم على خير خواتاتي، الى اللقاء.